شوفوا البنات على لوين كي داير كيحمق. انا غادي نديرو لكم على يدي هكا باش تشوفوني. شوفوا شوفوا على لون، شوفوا على لون خلات الصبع ديالي، شوفوا على لون كيحمق اللون ديال الاكاجو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في القناة ديالكم نعيمة العاشري على بركة الله. نبدأ بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه ألف الصلاة والسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وبأحسن الأحوال، واللي مريض ربي يشافيه ويعافيه. على بركة الله غادي نبدأ معكم هذه الوصفة، صباغة الشعر باللون الطبيعي، إن شاء الله يا ربي تنال الإعجاب ديالكم. بالنسبة للأخوات اللي كانوا يسولوني على الوصفة ديال صباغة الشعر مدة قليلة، البنات راني كنت حطيت واحد الفيديو فهذه واحد المدة ديال 3 ايام بحال هكاك راني كنت حطيته، غنخليه لكم في صندوق الوصف. هذاك البنات واعر بزاف، صباغة الشعر باللون البني، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف، غزال هذاك الفيديو، جربوه سيروا شوفوه، راه وصفة واعرة خطيرة بزاف. انا كنت جربتها، كانت يسحب لي غادي تغطي لي الشيب على المدة ديال 5 السوايع، خاصني نبدا نديرها ونعاودها باش تعطيني النتيجة، واني جربتها على الشعر ديالي انا ما كاملة حتى ساعتين، وعطاتني التغطية اللي انا كنت راضية بها، وان شاء الله الله يا ربي نتوما تعطيكم النتيجه اللي تبغيو. وصفه بسيطه جدا، مكوناتها كانوا واعرين بزاف، وبنات كانوا كيسولوني على العكر الفاسي منين ناخذو. البنات العكر الفاسي خاصكم تاخذوه من عند العطار اللي نتوما كتقدوا منه، اللي نتوما واثقين منه، الثمن ديالو تيكون شويه مرتفع باش تعرفوه، باش تعرفوه حر. خاص شي واحد اللي في العائله ديالكم يكون كيفهم فيه، ديو ليه باش ما يضحكوش عليكم، لان العكر الفاسي فيه انواع كثيره كثيره كثيره. بالنسبه للاخوات اللي كانوا كيسولوني على العكر الفاسي انا جاوبتهم هنايا، ديو معكم شي واحد في العائله اللي يكون كيفهم فيه. هو العكر الفاسي فيه انواع كثيره، وكون ما كانت الجوده ديالو تيكون الثمن ديالو مرتفع، ولاني راه غزال بزاف في صباغه الشعر، خطير بزاف في صباغه الشعر، كيصبغ الشعر وكيعطيك اللون اللي انتي باغا، ماشي اللون اللي اورنج ولا اللون البرتقالي ولا لا، بالعكس اللون زوين. انا شخصيا جربته وحماقت على هذيك الوصفه، وما غاديش تكون اخر مره ان شاء الله. غادي نعاود نحط لكم هذاك الفيديو هذا، غادي نعاود نهضر عليه حيت وصفه واعره بزاف ان شاء الله. على بركه الله ندوزوا لهذه الوصفه هذه اللي حتى هي زوينه بزاف، وان شاء الله يا ربي تعجبكم، ومكوناتها بسيطه وكتغذي الشعر وكتقويه. وعلى بركه الله هنا كما كتشوفوا عندي الكركديه، انا نوريه لكم البنات على هذا الشكل هذا، شديته وطحنته في الخلاط ديال العطريه كما كتشوفوا، ها هو داك كيخلي لي اللون في الصباع ديالي كما كتشوفوا. انا غنوريك لكم بالنسبه للاخوات اللي ما كيعرفوش الكركديه. الكركديه راه معروف صباغه الشعر، معروف من زمان، اهالينا كانوا كيستعملوه. ها هو البنات الكركديه موجود عند العطار كما كتشوفوا، شفتوا البنات كيفاش داير، تكون على شكل ديال ورده، كلكم طحنوه، يمكن لكم ترقدوه في الماء طايب وتاخذوا فقط الماء ديالو. واني انا احسن طريقه بالنسبه لي باش كيعطيني اللون الزوين في الشعر، احسن طريقه هو هو انكم تطحنوه وتخلطوه بالماء طايب وتخلطوه مع الحنه، كيعطيكم هذاك اللون اللي غادي الاكاجو. شفتيوا البنات هكا داير، انا هنايا عندي جوج معالق كبار. هاد الوصفه ولا المقادير اللي كنعطيكم، مقادير ديال اي وصفه كنعطيكم خاصكم تضبلوها على حسب الشعر ديالكم، واش قوي واش طويل واش قصير. اهم شيء ان ملي نعطيكم الوصفه تضبلوها اولا تشوفوا على حسب الشعر ديالكم، ويكون الشعر ديالكم يتشرب الوصفه مزيان، يكون فازق بالوصفه، ما يكونش ناشف، خاص الوصفه فعلا انها تشرب الشعر. كما كتشوفوا معايا هنا عندي معلقه كبيره ديال الحنه على حسب الطول ديال الشعر ديالي انا هنا استعملت. نتوما بطبيعه الحال كان الشعر ديالكم طويل بزاف فيمكن لكم تضبلوا المقادير. المهم البنات هنا غادي ناخذ، هنا عندي معلقه، غادي ناخذ معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان، هي باش غادي نخلط كل شيء.
انا غادي نبدا نهضر وفي نفس الوقت غادي نقضي الغرض باش ما نطولش عليكم. على بركه الله ناخذ هنايا معلقه قهوه سريعه التوابل، او لا الا كنت عندكم القهوه ديال الدار حتى هي لا باس بها. شوفوا معايا هنا عندي المطايب فقط هاد الكميه هي باش غادي نخلط هذاك الشيء. انا قلت لكم هاد المقادير انا عطيتها لكم، انا درتها بحسب الطول ديال الشعر ديالي، نتوما كيبقى على حسب الطول ديال الشعر ديالكم كتستعملوا المقادير اللي كتوافق الطول ديال الشعر ديالكم، الشعر قوي ولا ضعيف ولا مهم، نتوما كتحكموا في المعيار. على بركه الله غادي ناخذ واحد المعلقه ديال الزيت للزيتون، كما كنقول لكم تاكدوا من المصدريه ديال الزيت الزيتون انه يكون زوين، يكون مطحون بلا ملحه. غادي نضيف عليه الحنه. علاش زيت الزيتون؟ على شحال من مره كنقول لكم انا الشعر ديالي كتنشفوا الحنه وكدير لي الحكه، فكنستعمل زيت الزيتون باش تعطيني شويه ديال الترطيبه. هنايا غادي نضيف الكركديه كما كتشوفوا، ها هو. كاين بعض الاخوات كيضيفوا الخل اولا كيضيفوا الحامض، انا كيدير لي الحكه، ما عرفتش واش نتوما بحالي. نتوما الا كنتو ما كيدير لكمش الخل الحكه فيمكن لكم تضيفوا معلقه ديال الخل التفاح حتى هي زوينه بزاف. وصافي البنات غادي نبدا نخوي بشويه بشويه وغادي نحرك. ها هي البنات قدامكم، شوفوا معايا غادي نضيف شي شويه عاوتاني. المهم اهم شيء ان الخليط يكون متماسك ويكون كريمي باش ملي نديرو في الشعر ديالي يتشرب ليا. شوفوا اللوينه البنات كيفاش داير، غزال بزاف ما نقول لكمش. والكركديه نسيت ما قلت لكم انها كتبغي المطايب باش تطلق اللون ديالها، خاصها ضروري يكون الماء طايب ما ديروش الماء بارد. راه اصلا خاصكم تخلطوا القهوه بالمطايب كما كتشوفوا. شوفوا على اللوينين شحال غزال، تخيلوا هذا اللوين هذا في الشعر ديالكم، لون ديال الاكاجو غزال بزاف. واهم شيء انها تغطي الشيب، بالنسبه للاخوات اللي كيغطيو الشيب وما عندكم لاش تخافوا من هذه الوصفه هذه، راه ما كتنشف الشعر ما والو. غادي تخليوا هذه الوصفه هذه طبيعه الحال تخليوها في الشعر ديالكم خمسه السوايع. انا ديما تنقول لكم الوصفه الطبيعيه من الاحسن انكم ديروهم في الصباح وتغسلوا الشعر ديالكم في الليل ولا في العشيه، اولا تباتوا بهم وفي الصباح تغسلوهم. كيعطيو اللون اكثر من اللي تيبقاو في الشعر مده طويله، واهم شيء انهم لا ضرر على الشعر. الحنه كما شفتوا انا ما درتش كثير، ما درتش بزاف. الكركدي زوين للشعر كيلون الشعر، القهوه حتى هي اللون ديالها راه باين كتعطي اللون للشعر، الزيت الزيتون مغذي للشعر كيرطب، فما عندكم لاش تخافوا من هذه الوصفه هذه غزاله، كون ما خليتوها مده اطول كون ما غادي تعطيكم اللون اللي نتوما باغين والنتيجه زوينه. فقط هذه الوصفه هذه من الاحسن انها تدار على الشعر نقي باش تعطيكم نتيجه احسن، ماشي يكون الشعر ديالكم مسخ ولا فيه زيوت. الا درتوها على الشعر ديالكم مسخ فيه زيوت كونوا متاكدين انها ما غادي تعطيكم حتى نتيجه. شفتوا البنات كيفاش داير على اللونين؟ هذا اللون هذا اكاجو غزال بزاف. وهاد الوصفه هذه يمكن لكم ديروها حتى كل مره في 10 ايام حتى تعطيك اللون اللي انت راضيه به، كتبقى في الشعر ديالنا هذه الصبغه هذه كتبقى في الشعر ديالنا 10 ايام عاد كتحيد، فانت كل 10 ايام ديريها هذه الوصفه هذه. نسيت ما قلت لكم خليوها في الشعر ديالكم 5 السوايع للفوق وغطيو الشعر ديالكم بالبلاستيك سولوفان باش تعطيكم النتيجه اسرع. غطيو الشعر ديالكم بالسولوفان ومن بعد 5 السوايع، ما تنساوش انكم ديروا تقيبات في الكاغات ديال السولوفان في الميكا ديال السولوفان باش هكا الراس ديالكم يتهوى. ومن بعد غسلوا الشعر ديالكم بالشامبون الطبيعي ديالكم، بالشامبون على حسب النوعيه ديال الشعر ديالكم. وبطبيعه الحال ما تنساوش انكم تدهنوا الشعر ديالكم بزويته ديال الارغان اولا شي سيروم نتوما متبعينو اولا الزيت ديال الكوك، راه غزال بزاف للشعر باش هكا باش تحسوا بالشعر ديالكم انه زوين
ماشي كما كتشوفوا على البويين شحال غزال. المهم البنات نتمنى ما نكونش طولت عليكم، هذه الوصفه غزاله بزاف، جربوها. وحتى الوصفه اللي كنت حطيت في الفيديو قبل غادي نخليه لكم في صندوق الوصف، راها النتيجه طب طب واعره، كتغطي الشيب بالزربه، كتغطي الشيب. اللي قلت لكم خليتها في الشعر ديالي مده ديال ساعتين، عطاتني النتيجه اللي بغيت انا، غطات لي الشيب، رجع كيبان بحال الشكل ديال القماش، ماشي اورنج ولا ليموني ولا برتقالي ولا اي شيء من ذلك. نتيجة زوينه بزاف. ولا عجبكم هذا الفيديو هذا دعموا اختكم باللايك، وما تنساونيش بالدعاء ديالكم. اختكم شويه مريضه، دعوا معايا بالشفاء، وكنتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم على احسن الاحوال وبصحه جيده يا ربي، والى فيديو مقبل ان شاء الله.